اكيد يا سلام عليك. اخباركم؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. الطاقه كلشي كيتكلم عليك. تبارك الله عليكم. ربي يخليك. الله حليمه، اش وجدت اليوم؟ موجود الخير اللي بغيته. اش وجدت؟ داكشي اللي بغينا غير الخير. ومرحبا بكم، مرحبا بكم في التمارة. الله يبارك فيك الله حليمه. لا لا انا بغيت تاكل الحوت. مرحبا. طيبه الحوت اليوم؟ طيبه الحوت. سمعتي انت حكيم قال كذا وقي الجيران. مرحبا الجيران ضيقين. ريحة الحوت كتعطي وكتشريها. وي والبراهي تبارك الله عليكم. ايوا ما تنساي شيء، ما تنساي شيء. لا ما ننسى صاحبي. واخا حبيبة. واخا حبيبة، شنو مجدات المستمعات اللقاء؟ كعين كنحكي لك هذا الفرو عندي واحد الكوميري لا بقات صايط، حد دابا الكوميري كتبقى صايطة بلا ما تضيق. اييه قولي لنا هاد المعلومة. هاد المعلومة زوينة وغاتعجبكم. كاين كوميري بحال دابا بقات وحدة ولا على حسب، بحال بقات كوميري صايطة. كتاخد ديك الفرماس الحمر مشكوك قياس عينك مزيان، وكاين الفرماس الابيض مشكوك، كاين جوج فصوص ديال الثوم اولا ثلاثة على حساب الناس اللي بغاو الثومة. جوج فصوص الثومة كافيين، كون مطقوقين، وجوج معالق ديال الزبدة، وشوية زيت العود. كيتخلطو هادو كاملين ياك، كتدي الكميرة كتقطيها بحال بغيت تقطع بحال بغيت تقطع تقطع وليني ما كتقطع وكتخلي الجلد شاد بحال كتقطيها. الطريقة القديمة هي مشودة لا تعرفي؟ الطريقة القديمة دي هي مشودة إلا تعرفي هاد السمية هادي. ولكن كنعرف البيض والزيت والحليب. البيض لا، هو ليني كتقطي وكتشفري في البيض والزيت. كاين اللي كيعيط له الشفار، كل واحد شنو كيعيط؟ كل واحد كاين اللي عارفين كيديروا في الفران ويعمروا بكاشير وبالبيض. نعم، هو دائما حنا كيف ما كان عندنا ديالنا أن حتى حاجة ما كطير. حتى حاجه ما دار، والبرنامج زعما كيقول حتى حاجه ما دار، حاجه ما دار، كلشي غادي كتعمل ان شاء الله وكلشي غنستافدوا منه. هي وغيتكال وغيزيد زيد، واخا الحاجه بسيطه كتجي مزيان. ايوا راه تساوي له كلشي. هي اذا قلنا ان الكومير اللي غادي يشاتنا، ولا يمكن حتى نخليو الكومير باش نعملوا هذه الوصفه ديالنا، كتجي زوينه. كتجي زوينه كتبقى على طولها. نعم. كتقطع بحال الفقاس. لا ماشي تبقى تكون تقطع بحال الفقاس، لا كتقطع اي كتسلحيها وكتخليها شاده في الحاسيب. دابا ديك التجوه كتبقى كامله، كتبقى كامله كتقطع بعضها وكتعطي هذاك الديكور اللي كتعمريها بهاد الشوشوه ما بين القطعه والقطعه، كتعمريها كلها بعدا كدير الالمنيوم في طاوله الفران. في طاوله الفران كدير الالمنيوم كتخلي شويه ديال الزيت العود، ما تشربش حتى الزيت العود. كتحطي ديك الكميره كتعمر كتحطيها كتغطيها وكتخوي لها فين شويه زيت العود، حتى ما كيولي كيف بحال كيتسمن بحال كيتسمن. اييه وكيتحمر كياخد واحد اللون. كيتبدا كنفرن فيها بالبابي الومنيوم. لا كتغطي بالبابي الومنيوم وكتخليها الفرن. كتخليها كتسخن لمده 10 دقائق. شتي كرمال باش تسخن. اييه وكتزين زيادة. كيبقى كذا هذاك المنظر ديال راه الكميره مقطعه. اييه وكيعطي داك الديك وداك الفرماج اللي كيدو مع ديك الزبيده مع شيتو كيعطي داك منظر زوين. واخا نعاودو هذا المبدا، اذا عندنا الكاميرا هي على قدها على طولها، ملي غنقطعوها غادي نخليو الطرف ديالها قابض مع بعضو. تولي على بحال كولي. اييه غادي تجي بحال بحال العقد اللي غادي كنعملو في العروق ديال بحال هكذا. بحال هكا كنوجدو الحشوه ديالها، عندنا شويه ديال الفرماج الحمر مفكوك، الفرماج البيض حتى هو مفكوك، كتستعملي الموزاريلا. المهم كيعطي طعم مزيان ملي كيدوب، كيجي معلك زوين. عندنا جوج الفصوص ديال الثومه، جوج معالق كبار ديال الزبده، ديال الزيتون. كنخلطو هاد العناصر كامله، كنعملو الطاوه ديالنا اللي غادخل الفران فيها البابي الومنيوم، ندهنوه بشويه ديال الزيتون. والكاميرا اللي في الحمى غادي نعمروها بهاد الحشوه هادي، وكتعاودي تقصدي تهنيها بزيت الزيتون من الفوق. من الفوق كتخوي عليها هكا شي شاشه هكا ديال الزيتون. كتغلف الكاميرا وكتدخل الفران باش كتحمر وكتقرمل وها هي واش. ونبدا بالشرا بالقلب. قولي لنا الكيكه ديال الفلون. هادي زوينه حتى هي كتزين زوينه. كاين كيس ديال الكيس ديال العنبه. كاين كيس عنبه سعيده. وربعة البيضات. هي كيكه عاديه. وثلاث الخمارات وشويه ديال الملحه والدقيق على حسب الخليط، وكاين كاس كتسقاس، كاين كاس ديال الفلو، اما كراميل اما شوكولا. الفلو اللي كيكون فيه السكر او لا اللي كيكون فيه ما لا ما كيكونش فيه السكر، هذا كاين هذاك الاخر صغير. يعني صغير هذاك الصغير ديال الدرج. اييه
2 لتر ديال الحليب وجوج معالق ديال السنيده وداك كيطيبو كله فوق العافيه حتى كيتلقى. كنطيبو الفلان بشكل عادي والكيكه حتى هي بشكل عادي. الكيكه بشكل عادي ومباشره ملي كتخرجيها من الفراد كتصبي فوق من هذاك الفلان. نعم كيتصبي من فوق ما كتكون حتى داخل كيف ما نطيبو الفلوس حتى الكيكه دارت الكيكه. نعم نعم تدخل الفراد. عندما نقولو مقادير الكيكه اللي عنده شي مقادير كتصدق له ديال الكيكه يعملها ويدير معاها الفلون واحد ديال الحليب مع ثلاثه ساشيات ديال الفلون. هنا عرفنا المبدا ديال الفلون هو انه ساشي وحده في نص لتر ديال الحليب ولكن باش كيجي عاقد ربما اكثر كديري ثلاثه في لتر ديال الحليب. ثلاثه في لتر ديال الحليب كيمكن تزيد جوج معالق ثاني راه كي اللي غيجي مسدود. لا مع الكيكه راه فيها كاس ديال الشنيده. ايوا كل اللي بغا يزيد السكر شغلو هذاك ياك. ايوا السكر انا بعدا كتجي هذيك. وصل لها حليبه. قلنا مباشره من بعد ما كطيب الكيكه كنصبو فوق منها الفلون اللي طيبناه بشكل عادي فوق البوطه بالطريقه العاديه ديال الفلون. ايوا تخليها تبرد شي شويه وها هي واجده. ها هي دخلت ثلاثه تبرد ها هي وجدات. كيتشرب هذا كتشرب هي داك الفلون كتشرب كتدخل يدخل حتى لداخل داك السائل كيدخل حتى لداخل. نعم هو كيخصو ملي كيبرد كيتجمع كيتجمع كيتعفى. نعم تبارك الله عليك 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 ايوا ضروري نسهلو ضروري نسهلو لاني صعبة لاني صعبة تبارك الله فك حبيبة ديالي لا يخفيك تبارك الله عليك تبارك الله عليك لا يخفيك حبيبة وذوق الجيران راه كيتسناو باش نعطيهم الفلوس.